السلام عليكم اخوان اخوات، اليوم ان شاء الله غادي نطرقوا لواحد الشرح ديال انستغرام بالنسبه للناس اللي باغيين يزيدوا لي زابوني. لي زابوني حقيقيين 100% وبسهوله، يعني ما تشريهمش بالفلوس، يعني ما غادي تخسر عليهم حتى شي حاجه، واحد شويه ديال الوقت وصافي. اذا غادي نبداو ان شاء الله في الشرح. كما كتلاحظوا عندي انايا 353 ابوني، ابليكاسيون ديال التليفون سميتها توب فولو. هاد الابليكاسيون ما غاديش تلقاوها في بلاي ستور، غادي تلقاوها في الرابط في الوصف، غادي نخلي لكم تحت الفيديو. هنا غادي ندخلوا لهذا البرنامج، نستنى واحد شويه. بالنسبه لهاد المتابعين ديال هاد الابليكاسيون راهم حقيقيين 100%. كاين شي ابليكاسيون كتزيد لك حتى هي لي فولورز ولكن لي زابوني، ولكن المشكل اللي كاين ماشي حقيقيين، يعني كتلقاهم هي سبام، كيعرفهم الروبو ديال الانستغرام كيبلوكي لك الكونت ديالك. الواجهه ديال البرنامج اللي هي هذه، في الاول غادي يطلبوا لكم باش تسجلوا انستغرام ديالكم، غديروا انستغرام ليمايل ولا النمره والمود باس. المهم في الواجهه غادي يعطيكم بحال هكا. هذه هي الواجهه ديال البرنامج ديالنا، يعني اول مره غادي تسجلوا الدخول لهذا البرنامج، هذا غادي يعطيكم صفر في هذا البونيس اللي عندكم هنايا، يعني هو هذا غيعطيكم صفر. غادي نوريكم كيفاش غادي تربحوا هذاك البونيس، وبهذاك البونيس هو اللي تقدروا تاخذوا به اما لي لايك على التصاور ديالكم، اولا تاخذوا لي فولورز. هنايا في الواجهه الاولى عندكم هنايا لايك وعندكم فولو. هاد فولو كتعطيكم 4 ديال البونيس، واللايك كتعطيكم 2. انا غادي ندير لكم واحد الشرح بسيط، غادي نبركو دابا على ستارت، ولاحظوا معايا هذاك البونيس اللي عندي الفوق غادي يتزاد، غيتزاد ب4. لاحظتوه؟ هي كانت 207، هي ولات 211، يعني تزاد ب4 ديال النقاط. لي لايك غادي تزاد لينا بجوج ديال النقاط، لاحظتو كانت 211 ولات لينا 213، يعني تزادو لنا بجوج ديال النقاط. هنايا لايك، هادي لايك اللي لتحت شفتوها. هنايا ملي غتسجلوا الكونت ديالكم غادي يطلع لكم التصاور اللي عندكم في انستغرام ديالكم، هو هذا. يعني مثلا عندنا هاد التصويره هادي، هنايا عندنا في البونيس عندنا 40 80، هاد 40 نقدر ناخد عليها 10 ديال لي لايك، 80 نقدر ناخد عليها 20، 200 400، يعني كل بونيس شحال غادي تصرفوا ديال لي لايك. هادي بالنسبه لي لايك، الى عندك 40 بغيتي تصرف على 10 ديال لي لايك غادي تبرك على جيت. غادي نرجعو هنايا، عندنا لي فولورز، حتى حنا عندنا دابا 213 في البونيس ديالنا في النقاط. عندنا هنايا شنو غادي نشوفو شحال عندنا 213. الحاجه اللي عندنا فيها الحق اننا ناخذوها دابا، عندنا 80 وعندنا 160، يعني 160 راه عندنا 20. غادي نديرو هاد 160، هادي غنبركو على كيت، غنبركو على هاد البونيس اللي فوق 160. كما كتلاحظوا ها هي غادي ينقص ليا البونيس ديالي، فولات ليا 53. غادي نمشي انا الانستغرام ديالي، كانت عندنا 353، غادي نديرو اكتواليزي، ها هي ولات لينا 362. هي مازال غدا وكتزيد 369، 372. غادي نمشيو للنوتيفيكاسيون،
انتوما كيما كتلاحظوا راهم حقيقيين، يعني الناس عندهم انستغرام حقيقي ماشي سبام. الروبو ديال انستغرام ان فوا كيعرف بانه تزادوا عندك لي فولورز غير سبام كيبلوكي لك الكونت ديالك واحد 48 ساعة ولا واحد 3 ايام عاد كيعاود يرجع لك الكونت ديالك. كما كتلاحظوا ولات عندي 379، في الاول كانت عندي 353 ولا دابا 379، يعني حاجه ساهله بزاف. ولي زابوني حقيقيين 100% ماشي سبام، ولي زابوني حقيقيين 100% ماشي سبام. اذا غادي نرجع للابليكاسيون ديالي توب فولو، عندي دابا بقات عندي 53، غنمشي لي لايك. هاد التصويره عندي فيها 22 لايك، بقات عندي 53 في البونيس. عندي الان نرجع عاوتاني للانستغرام، شفتيها؟ هانتوما كيما كتلاحظوا هما غاديين كيتزادوا ليا. قلنا كانت فيها 22، دابا ولات فيها 34، هاهي دابا ولات فيها 39، 40. يعني حاجة سهلة بزاف. وبالنسبه دابا باش كيفاش غادي ناخذ انا هذوك لي بوين، هذاك البونيس كيفاش غادي نزيد فيه؟ عندي هنا لي لايك، من الاحسن انا كنصحكم ديروا فولو. ستارت، صافي غادي ندير ليه ستارت وغادي نخلي التليفون نخدم اي حاجه وحده اخرى بغيت نديرها، يعني ما عنديش مشكل واخا ما ندخلش للابليكاسيون. يعني هاي تزادت لي 17، انا غادي نخرج دابا نخدم ما كاينش مشكل، نخدم في اي حاجه بغيت. كاين الا جينا طلعنا النوتيفيكاسيون غادي نلقاوها خدامه، شتي لابليكاسيون راه خدامه، كانت 17 هي ولات 21، ها هي ولات 25. زائد ملي كنجيو عاوتاني هنايا لتحت، ملي كنشوفو لتحت كنلقاو مور، يعني المزيد بالعربية. غادي نبركو على هاد الفوقانية. هنايا عندنا كل نهار دخلنا لهاد لابليكاسيون ندخلو ناخدو، بحال قلتي الكادو ديال النهار ديالي. يعني النهار الاول عندك 5 ديال لي بوان، النهار الثاني عندك 10، النهار الثالث 15، يعني غادي وكتزيد في لي بوين. غادي نرجعوا للانستغرام ديالنا، غنجيو لهنايا. الا لاحظتوا عندي لي زابونمون، الناس اللي انا متبعهم عندي 20، ملي غادي ناكتياليزي غادي يتزادوا ليا. علاش؟ حيت لابليكاسيون هي كدير فولو من الكونت ديالي، كدير فولو للناس وحدين اخرين. غناكتياليزي، هيا تزاد ليا ولات دابا 27. غادي نمشي غادي نهبط، هادوك الناس اللي تزادوا ليا غادي نحيدهم، هادو ما عندي ما ندير بهم حيت انا ما كنعرفهمش، اولا انا ما يعني ما كاينلاش نتبعهم. غادي نمشي غادي نحيد هاد الناس، صافي اكتياليزي. هاي رجعت ليا 19 ديالي وانا ربحت 37 نقطه. تما كديروا هاد ستار وكيتزادوا ليكم لي بوين هنا، راه في نفس الوقت الانستغرام ديالكم راه كيدير فولو للناس وحدين اخرين. اولا الا قلبتوها رديتوها لايك، راه الكونت ديالكم ديال الانستغرام راه كيدير لي لايك للناس وحدين اخرين، للتصاور وحدين اخرين. عاوتاني غادي نرجع للانستغرام اكتياليزي، ها هي ولات لي 22، نفس العمليه. غادي نهبط غادي نحيد هادو، عندي ما ندير بهم.
حتى لهنا غادي نكونوا سالينا الشرح ديالنا لهذا الابليكاسيون. نتلاقاو في حلقات جديدة ان شاء الله.